نقص الكمامات لمجابهة كوفيد 19 دفع بهذه النسوة إلى التجند من أجل صناعة الكمامات بأعداد كبيرة وتوصيلها إلى عدد من المؤسسات وحتى المواطنين بعد أن أصبح ارتداؤها إجباريا. يخلطونا بمقابل مقابل مالي رمزي، وقم احنا ببيعها هذه المنتجات لفئه المواطنين ولا الهيئات، وكذلك ولهم بدورهم يقومون على مستوى الورثه نتاعهم ببيع هذه الكمامات. فتيات ونساء تطوعن للعمل من اجل توفير الكمامات بكميات كافيه للمؤسسات والمواطنين على حد سواء. هنايا هذه الورشه نفصلوا فيها الكمامات، مرحله هذه اللي نفصلوا بها هنايا، ومن بعد يكمل الفصاله تعاود تروح للمرحله الدوزيام تاع الخياطين باش يكملوا التكميله، ومن بعد كيجيبوهم لهنايا للتعقيم والتحداد. من الوقت اللي بدات فيها جائحه كورونا انا متطوعه في الجمعيه مساعده باش نوفروا للشعب ونوفروا للعمال. رانا من زعما اليامات الاولين مارس قبل الحجر رانا بادين زعما من نخدموا زعما الكمامات، كنا في الغرفه الصناعه التقليديه متطوعين حنا واللي معانا في الجمعيات نتاوعنا. بالعزيمه والاراده يصنع النجاح في عز ازمه كورونا.